الآن نجي على المهم، هو البراكتيكا ترانسفورمر. البراكتيكا ترانسفورمر اللي هو قلت لك الواقع اللي موجود الحقيقة، يعني لأنه ما عندي أيديا ترانسفورمر، أنا عندي فقط براكتيكا ترانسفورمر، لكن إن الأيديا ترانسفورمر نستفاد من عنده فقط فور أناليسيس براكتيكا ترانسفورمر. شنو هو فرق الأيديا ترانسفورمر عن براكتيكا ترانسفورمر؟ هنا بالبراكتيكال عندي ايرون لوسز راح يكون، وعندي وايندنج ريزيستنس، وعندي ماجنتيك ليكج. لان ثلاث شغلات اللي ما تلقاهم بالايديا ترانسفورمر جيت لقيتهم هنا هسه. فخلي هسه اجي وحده وحده اجي اشرحهم بالتفصيل. خلي ابتدي اول شيء من الايرون لوسز. شو المقصود بالايرون لوسز او تسمى الكور لوسز؟ طبعا هذه الايرون لوسز هي جايه او نتيجه الالترنيتنج فلاكس، وتكون على الشكلين، اما تكون ايدي كارنت او تكون هيستريز لوسز. وهذن النوعين اثنيناتهم ينطي ما يسمى بالكور لوسز او الايرون لوسز. طبعا هاي تعتمد على مجموعه من العوامل. اول شيء سبلاي فريكوانسي، على تردد المصدر، واحنا احنا قلنا غالبا تقريبا 50 هو هرتز، على الماكسيموم فلوكس دينسيتي، وتعتمد على الفاليوم اوف كور، وتعتمد على حجم او المساحه العرضيه خلينا نقول للكور. ومقدار الايرون لوسز بالحقيقه هي سمول ان براكتيكال ترانسفور، ومقدارها يكون قليل هذه بالنسبه للترانسفور. هذه اول شيء. نروح على النوع الاخر، هو الوايندنج ريزيستنس. شلون اول شيء عرفنا الكور لوسز، نجي على الوايندنج ريزيستنس، المقاومه. الوايندنج ريزيستنس نتيجه منين تتكون؟ تتكون من الكبر كوندكتر، لان احنا نعرف انه يعني الملفات الابتدائي والثانوي تصنع من ماده الكبر، لانه يعني افضل ماده للتوصيل خلينا نقول. فبالتالي البرايمري ريزيستنس راح ارمز لها برمز R1، والسكندري ريزيستنس راح ارمز لها برمز R2. طبعا بالحقيقه هاي راح تكون ان سيريز ويز ريسبكتيف وايندنج. لما يسري التيار خلال الوايندنج هذه راح تكون باور لوس نتيجه الفولتج، الفولتج دروب اي ار راح يصير هنا. ففولتي بتيار اكيد راح يصير خسائر داخل الكوندكتر ذن، وهذا ايضا ياثر على الباور فاكتور، وبالتالي راح هنا ما راح تكون الاي 1 نفسها الفي 1، راح تكون الاي 1 اقل من الفي 1، والفي 2 راح تكون اقل من الاي 2. نجي على الليكج رياكتانس. طبعا تقدر تتابع وياي، لان انا صراحه ما ناسي ضايفهم هنا الرسم. صفحه 268 راح اشرح عليهم، وانت تتبع وياي ويا الكلام مالت وتدور ملاحظاتك. الليكج رياكتانس قلنا احنا كل من البرايمري والسكندري كارنت راح ينتج الفلاكس لما يمر تيار داخل، يمر تيار داخل الكوندكتر او الوايندنج راح ينتج فلاكس. هذا الفلاكس راح ينتقل ما بين من؟ ما بين البرايمري والسكندري. هذا الفلاكس هو يسمونه يوسفول فلاكس، الفلاكس المستفاد من عنده، ويسمى ميوتشوال فلاكس، الفلاكس المشترك ما بين البرايمري والسكندري. الشكل 8 7 تقدر تتبع وياي صفحه 268. بنفس الوقت ملفات البرايمري ايضا راح تنتج فلاكس فاي 1، اذا اشوفه بالصوره خارج عن الكور، خارج عن الكور. هذا الفلاكس الفاي 1 ما راح ينتقل وين؟ للبرايمري، للسكندري عفوا، راح يكون ده خارج في الهواء خلينا نقول هذا. ونفس الموضوع راح يكون من جهة السكندري ايضا التيار الثاني، او راح ينتج فلاكس. هذا الفلاكس لما يمر تيار ويروح للحمل راح ينتج فلاكس. هذا الفلاكس الفاي 2 ما راح يكون هو ميوتشوال ويرجع للبرايمري سايد. الفاي 1 والفاي 2 هذين ايش راح اسميهم؟ اسميهم ليكج فلاكس. الليكج فلاكس هو مو الفلاكس المشترك ما بين التو سايدد، ما يكون مشترك ما بين التو سايدد.
فبالتالي هذا الليكج فلاكس، هذا الليكج فلاكس راح يختار مسار، هذا المسار هو يمثله بالهواء، قلت لك انا قبل شويه مساره بالهواء، وفقط يكون بنفس السائد المنتج بي، يعني بالبرايمري الفاي 1 بالسكوندري هو الفاي، بس هذني ما يصير مشترك ما بيناتهم، فيكون المسار مالته هو الهواء وليس الايرون، وليس الايرون كور، خلينا نقول اذا عندي ايرون. بالتالي راح ان ادون ملاحظه اقول انه البرايمري ليكج فلاكس، الفلاكس اللي يصير ليكج بالبرايمري راح ينتج لي اندكتيف رياكتانس، ممانعه حثيه مقدارها اكس 1، تكون ان سيريز مع البرايمري وايندنج الار 1، ونفس الشيء بالنسبه للسكندري ليكج هي الفلاكس 2، فلاكس 2 راح ينتج لي اندكتيف رياكتانس اكس 2، تكون ان سيريز مع من؟ مع الار 2، وبالتالي راح يكون هنا الفلاكس الليكج فلاكس هو مسؤول على انتاج الاكس 1 والاكس 2. وجود الليكج رياكتانس داخل المحوله هو ما راح ياثر لي على الباور لوس، يعني ماكو خسائر بالاكس 1 والاكس 2، بس فقط تاثر لي على الباور فاكتور، تخفض لي الباور فاكتور بسبب لانه يصير فولتج دروب، موجود عندي فولتج دروب على الاكس مقداره اي في اكس. هذن المصطلحات الثلاثة اللي حكيناهم هسه، هذني كنا بالايديا ترانسفورم ما لاقيهم، فقط بالسكون بالبراكتيكال ترانسفورمر. الموضوع التالي البراكتيكال ترانسفورمر في حالة النو لود، اكو عندي حالة اي موجود، يعني انا عندي ترانسفورمر، عندي محولة موجودة بها البرايمري والسكوندري، موجود بها لوسز جاي من الايرون، بس هذه المحاولة ما رابط عليها شيء، لذلك أسميها نو لود ترانسفورمر. يعني المثال اللي أو الصورة اللي قدامنا هي تبثل لي براكتيكال ترانسفورمر ات نو لود اوبن سيركت من جهة السكندري سايد، ما عندي حمل رابطة أنا على المحولة، يعني هنا بهاي الجهة ما عندي حمل أنا رابطة، من جهة البرايمري موجود سبلاي، يعني محولة رابطها أنا على مصدر، وبالجهة السكندري ما عندي حمل رابط، بس هنا موجودة العناصر اللي قبل شوي حكيتهم، اللي هي موجودة ريزيستنس، موجودة رياكتانس، موجودة عندي ايرون لوسز، هذه الشغلات موجودات عندي، يعني هي براكتيكال ترانسفورمر. اذا بهاي الحالة راح يسحب تيار المحولة من اربطها على مصدر، راح تسحب تيار، بس هذا التيار مقداره قليل، سمول كرنت نسميه اي نوت. زين انا اذا ما رابط حمل، ما عندي حمل الان، حمل ما موجود، وين التيار هذا ينسحب؟ وين يروح؟ هذا يروح، التيار هذا القليل يروح عباره عن ايرون لوسز ومقدار قليل بالكبر لوسز اللي موجوده بالبرايمري، سكندري ماكو تيار انا عندي بالبرايمري. فاذا التيار هذا الاي نوت راح اسميه نو لود كارنت، هذا يكون في حاله النو لود، هذا التيار يروح عباره عن باور لوسز موجوده بالايرون لوسز ومقدار قليل موجود بالبرايمري ريزيستنس بفلافات البرايمري. هذا التيار الاي نوت يتقدم، العفو يتاخر عن الفولتيه بمقدار 90 درجة عن ال V1، وبالتالي الزاوية ثيتا نوت هنا وتساوي، وراح هناك تكون عفوا خلاص اصحح المعلومة، انه انا قلت راح ينسحب تيار قليل اي نوت، راح هذا التيار هو عبارة عن لوسز. هذا التيار لو كان عندي ايديال ترانسفورمر تمام راح اقول انه 90 درجه، بس انا اصحح المعلومه هنا بما انه براكتيكال، فالزاويه ثيتا نوت بالرسم بقى، هذا الرسم هذا شوف ثيتا نوت، هذا هو الاي نوت، هذا هو الاي نوت، وهذا هي الفي 1. شوف الاي نوت الزاويه ما بين الفي 1 والاي نوت هي ثيتا نوت، خلينا نسميها اقل من 90 درجه، مو 90 درجه يتاخر تمام، بس يتقدم
يتأخر بزاوية مو 90 درجة بينه بالفيزر دايجرام. هذا هو الفيزر دايجرام. بالتالي النو لود انبوت باور اقدر احسبها، اللي ارمز لها برمز اوميجا نوت تساوي في 1 اي نوت كوساين ثيتا نوت. زين نلاحظ هذا الشكل اللي هسه قبل شوية كان موجود، واللي انا نقلته هسه وانا هذا الفيزر دايجرام. هذا هو الفيزر دايجرام. ايش راح نشوف لما يكون اي نو لود كيرنت بزاوية معينة، هذه هي زاوية معينة مقدارها ثيتا نوت، راح نحلله إلى مركبتين. يعني هذا بزاوية معينة عن الـ V1، راح هنا نحلله إلى مركبتين. المركبة الأولى هي IM عفوا، اللي هي تكون بنفس الزاوية للفاي الالكتريك الالترنيتنج فلاكس، و اي نوت او اي اوميجا، هو اي نوت اي اوميجا اللي هو بنفس الزاويه واي ال بي 1. هسه خلينا نجي نشرح واحده واحده من الكومبوننت. كومبوننت اي ام، الكومبوننت اي ام اول واحد، الكومبوننت اي ام هنا هو يمثل ال عفوا اول بدايه كومبوننت اي دبليو. الاي دبليو هو يكون بنفس الزاويه مع الفي 1، حكيت انا قبل شويه، وهذا اسميه الاكتيف اوف اور وركينج كارنت. يعني من اجيب لك سؤال واقول لك اوجد للوركينج او اوجد للاكتيف كارنت، هو يقصد به الاي دبليو. ومن خلال هذا الكومبوننت اكو خسائر اسميها ايرون لوسز، واقدر احسبها اللي يساوي اي نوت كوساين ثيتا نوت. هذا اقدر احسبه، هذا العفو التيار اي اوميجا اي نوت كوساين ثيتا نوت. نجي على الكومبوننت الاخر اللي هو اي ام. اي ام هو يتاخر بزاويه 90 درجه، واسميه ماجنتايزنج كومبوننت. وهذا الماجنتايزنج كومبوننت اللي هو ينتج لي ميوتشوال فلاكس. يعني هسه من اجيب السؤال، اجيب سؤال انا اقول لك يا فلاكس اللي يا تيار من الاي نوت يكون مسؤول على انتاج الفلاكس داخل البرايمري سايد. بحاله براكتيكا ترانسفورمر المسؤول هنا هو الماجنتايزنج كارنت الاي ام، واللي يساوي اي نوت ساين، واللي يساوي اي نوت ساين ساين فاي نوت. بالتالي من الفيزر دايجرام ممكن انا اقول الاي نوت هو جذر اي دبليو الكل تربيع زائد اي ام الكل تربيع، والباور فاكتور هنا يساوي اي دبليو على اي نوت، الكوساين هو يساوي المجاور على الوتر، فالوتر هو المجاور اي دبليو، الوتر هو الاي نوت. بالتالي هنا عندي نو لود برايمري كبر لوسز، هو يكون الاي نوت تربيع في الار 1 وتكون فيري سمول، ممكن انه نهملها. بالتالي تكون نقدر نقول بالبراكتيكال ترانسفورمر انه الانبوت، القدره الداخله للمحوله، القدره الداخله للمحوله هي عباره عن ايرون لوسز موجوده في الترانسفورمر، ونكون اوميجا نوت. ات نو لود احنا قلنا نو كرنت انت سكندري، ما عندي فولت بالسكندري، ما عندي حمل، ما عندي تيار. بالتالي ممكن نقول انه الاي 2 هي نفسها الفي 2 برايمري، والدروب ان ار 1 والاكس 1 ديو تو اي نوت، بسبب الاي نوت تكون فيري سمول، ممكن انه نهملها. بالتالي ممكن اقول اني الفي 1 هي نفسها الاي 1 لانه المقدار قليل، فممكن اقول الفي 1 هو نفسه الاي 1. خلي قبل لا ناخذ امثله خلينا نسجل مقطع فيديو جديد.